تطوير الصناعات النسجية مهم إلى أي مدى؟ مردوده الاقتصادي إلى أي مدى؟ خليني أخد معانا على التليفون بكل الترحيب الأستاذ الدكتور محمد شادي، باحث الاقتصادي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك يا يوسف بيه، أهلا وسهلا بخليل. عامل إيه؟ كله تمام؟ كله تمام يا فندم والله. أهلا هستأذنك بحضرتك. واحدة اتفضل. واحدة وعلى مهلنا، وبسط لنا أهمية تطوير قطاع الصناعات النسجية في مصر للاقتصاد المصري. طيب، هو بداية، هو ليه أصلا دلوقتي فرصة مناسبة لتطوير الصناعات النسجية؟ أيوة، يعني ليه الرئيس مهتم اهتمام شديد جدا دلوقتي؟ لأنه إحنا عندنا فرصة عالمية، العالم كله بيتهيأ دلوقتي لهجرة صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الصين إلى جهات أخرى. طب ليه؟ لأنه الحرب التجارية الأمريكية الصينية مخلية الولايات المتحدة الأمريكية عاوزة تقلل العجز التجاري بتاعها مع الصين، بحيث إن هو يتحول من عجز لفائض. الصين بدأت تقول طيب أنا لو دلوقتي مضطر إن أنا أقلل العجز التجاري، أخرب الصناعات كثيفة العمالة اللي بتاخد جزء كبير من العجز دوت، اللي صادراتها كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، أخربها بره الصين بحيث إن العجز يقل تدريجيا، وأركز الصناعات اللي هتروح للولايات المتحدة الأمريكية في الصناعات عاليه التكنولوجيا اللي انا محتاجه اخليها عندي جوه. طب استنى، هتستفيد ايه من كده؟ الصادرات الصينيه للولايات المتحده الامريكيه هتقل، وفي نفس الوقت الدولارات مش هتقل لانه المصانع الصينيه هتخرج بره، وكده كده الدولارات الامريكيه هتدخل الصين عن طريق التحويلات بقى من المصانع دي الى الصين. وبالتالي بقى في دلوقتي اتجاه واسع جدا لخروج عدد كبير جدا من المصانع الصينيه من الصين الى عدد من دول العالم. على راس القائمه اللي الجهات المفروض تروح ليها المصانع دي دوله زي مصر. في دول تانية، في دول تانية، في فيتنام، في ماليزيا، في لاوس، في اندونيسيا، ومعاهم مصر دلوقتي. يعني 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 خلال الفتره اللي فاتت المصانع فعلا بدات تتجه الى فيتنام. احنا دلوقتي لو دخلنا في العمليه، لو طورنا مصانعنا، لو الحكومه الصينيه في ظل العلاقات الجيده جدا ما بيننا وما بينهم، لو الحكومه الصينيه فعلا لقت انه في جديه مصريه في استقبال هذه المصانع، ويعني يعني تطويرها والعمل على ان هي تاخد مساحه اكبر من السوق الامريكيه، هيبقى ده كويس جدا. خد بال حضرتك، احنا عندنا فرصه كبيره جدا، احسن من فيتنام واحسن من لاوس واحسن من اندونيسيا، علشان احنا عندنا وسيله لدخول السوق الامريكيه بثمن مخفض او يعني بدون تعريفات عن طريق الكويت. وبالتالي بقى عندنا فرصه لجذب هذه المصانع. مش بس كده، ده كمان احنا الصينيين بيستهدفوا السوق الاوروبيه، احنا قريبين جدا من السوق الاوروبيه، وفي نفس الوقت كمان عندنا اتفاقيه تجاره حره مع الاتحاد الاوروبي. بالتالي المصانع الصينيه متحمسه للغايه للدخول في السوق المصري، وخصوصا في منطقه قناه السويس، منطقه صدر قناه السويس، علشان يبقوا قريبين للغايه اولا من خطوط الملاحه العالميه، ثاني حاجه قريبين من منطقه اللوجستيات اللي مصر بتعملها، ثالث حاجه داخلين في يعني 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 فرصه كبيره ان هم يصدروا للولايات المتحده الامريكيه او للصين، قصدي او لاوروبا، بارقام مخفضه تكاد تكون بصفر تعريفات جمركيه. وبالتالي الفرصه مواتيه للغايه. اتفضل اتفضل اتفضل. لا لا، انا معاك، بالعكس انا بعلق، بقول لك عظيم جدا. اظن ممكن نضيف على ده جوده الماده الخام في الحاله دي زي زراعات القطن. لا انا لسه هقول لحضرتك بقى ده بالنسبه للسوق العالمي. طب بالنسبه للمميزات المصريه، حضرتك عارف ان احنا عندنا طول الوقت ميزه نسبيه مهمه جدا في موضوع زراعه القطن. احنا عندنا اول حاجه القطن بتاعنا هو القطن الاجود عالميا، وعلى فكره ده مش شعارات خالص، بالعكس يعني القطن بتاعنا هو الاجود عالميا على الاطلاق، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه ثمن القطن بتاعنا ده جوه مصر ارخص من ثمنه بره مصر. يعني يعني حضرتك عارف ان احنا اكبر بلد منتجه للقطن طويل الكيله في العالم، وهو القطن الاجود، لكن مش احنا اكتر حد بنستغله، اللي بيستغلوه هم الاصدقاء الهنود، يعني القطن بتاعنا بتصدر ليهم لان هم اللي بيعملوا الصناعات النسجيه الاجود. فاحنا دلوقتي لو الصينيين عاوزين يجوا يشتغلوا في مصر هيلاقوا ماده خام رخيصه، هيلاقوا عمال مدربين اشتغلوا لعشرات السنين. صحيح. في مصانع موجوده، هيلاقوا كمان حضرتك كده قرب بشكل كبير جدا من اسواق الاستهلاك، وبالتالي دي فرصه فارطه نفسها، دي فرصه بتقول يا جماعه تعالوا خدوني. وعلشان كده الرئيس مهتم للغايه بتطوير الصناعه. وبلاحظ ان احنا كمان
عندنا فرصتين مهمين جدا يعني نقدر نرد عليهم. احنا من اول لما الرئيس وصل في 2016 عمل حاجه اسمها برنامج تطوير صناعه الغاز والنفيج. البرنامج ده كانت تكلفته في وقتها في 2016 20 مليار جنيه، كان بيشمل اعاده هيكله قطاع الغاز والنفيج كله. كان عندنا حوالي 32 شركه اتحطوا، انا مش متذكر بس الرقم بالظبط يعني، بس تقريبا بقوا اتهيكلوا كلهم بقوا في 12 شركه. ال 12 شركه حصل لهم عمليات تطوير بحيث زي ما حضرتك قلت كده ان هم يكونوا بيمتلكوا العمليات الرئيسيه بتاعت الصناعه كلها. يعني ايه عمليات رئيسيه؟ يعني زي ما حضرتك قلت من اول لما يبقى من اول بذره القطن لغايه لما حضرتك تمسك القميص في ايدك. وبالتالي الفرصه عندنا سامحه للغايه، مش بس كده الرئيس كمان عاوز يوسع موضوع. يعني احنا كان عندنا مشروع مهم للغايه كان اسمه مدينه مانكاي. مدينه مانكاي دي المفروض ان هي كانت بتتعمل علشان تستقبل عدد كبير جدا من المصانع الصينيه. المشروع توقف ودلوقتي الدوله بتحاول ترجعه تاني، واعتقد ان هو هيرجع لانه الفرصه مواتيه للغايه دلوقتي، خاصه في ظل الضغوط الامريكيه المتزايده واللي رجعت تتجدد تاني على الصين. وبالتالي عندنا ظروف عالميه مواتيه، ظروف محليه مواتيه، اقتصاد متحمس للغايه عشان يرجع الصناعات النسبيه بتاعته، وعندنا اراده سياسيه بتدفع بشده في هذا الاتجاه. عندنا مشروع ناجح الرئيس بيحاول يحط الاختام الاخير عليه عشان يبقى عندنا صناعه متكامله الاقمشه. ده عظيم جدا. ده كده معناها انه لو وده اعتبر السؤال، انا كده معناها انه انا بصدد بداية عملية ناجحة في مسألة احياء الصناعات النسجية في مصر مرة تانية واحياء العملية التصديرية. صح، صحيح لأقصى درجة، لان زي ما انت حضرتك كده المنظومة كلها بتتكامل. مش بس كده خبر حضرتك كمان، احنا كمان يعني الفترات الاخيرة شهدنا يعني من 2000 ومن 2000 من سنه يمكن 2002 2003 عدد مصانع الغزل والنسيج في مصر تراجع للغايه، سواء في القطاع الحكومي او في القطاع يعني القطاع الخاص او القطاع الحكومي، وده بسبب المنافسه الكبيره جدا اللي جايه من المصانع الصينيه. اللي حصل دلوقتي ايه بقى؟ انه اللي كان بينافسك من بره بقى موجود جوه، يعني واخد بحضرتك ازاي؟ يعني المنافس اللي كان عمال بيضغط عليا ده المنافس ده هيبقى مني، هيبقى انا. فبالتالي احنا المفروض نشوف انه السوق المصري اولا يعني يبدا يحصل فيه عمليات بعث جديد لعدد كبير من المصانع المحليه كمان، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ايه؟ خد بالك حضرتك الهدوم او الملابس او الادوات اللي كانت بتيجي من الصين دي كانت بتبقى مدعومه وكان بيحصل عليها عمليات بتبقى بتسمى عمليات اغراق. يعني ايه عمليات اغراق؟ يعني بتتباع في السوق المصري ارخص من السوق الصينيه. وبالتالي ده بيكسر المنتج المحلي طبعا. المنافسه دي مصر بتوقفها في وقت من الاوقات. صح. ودلوقتي لو في ظل التحول اللي بيحصل ده تكاد تكون هتنتهي، وبالتالي الاوقات كلها مواتيه، الظروف كلها مواتيه لبدء صناعه جديده. وبالتالي احنا المفروض يكون عندنا مشروع ناجح عشان الرئيس مهتم للغايه وعاوز يقفل المشروع كله، بحيث انه من اول زي ما حضرتك من اول ما يكون على بذره القطن لغايه لما نطلعها قميص تكون العمليه كلها تنطبق في مصر. طيب سؤال كمان يا دكتور بعد اذنك، البعض كان بيقول او من وجهه نظرهم انه يا جماعه الخطوه دي كده جت متاخر لانه خلاص البساط اتسحب وراح ناحيه بنجلاديش وفيتنام. السؤال، هل فعلا البساط اتسحب؟ هل فعلا فيتنام وبنجلاديش قادرة على توفية الاحتياج العالمي سواء إذا كان في أوروبا أو الولايات المتحدة؟ خلاص أنا لحضرتك بس إنه لا بنجلاديش لوحدها ولا فيتنام لوحدها ولا مصر معاهم ولا معاهم كمان الهند قادرين يحلوا محل الصين لوحدها. واللي أنا بقول لحضرتك عليه دوت إنه عندنا خروج شامل، يعني خروج بشكل كبير جدا، هجرة واسعة جدا من المصانع الصينية. هل احنا اتأخرنا؟ أيوه احنا اتأخرنا فعلا، بس ده بسبب الظروف اللي احنا كنا موجودين فيها. صح. احنا عندنا ظروف حرب، البلد كانت أصلا يعني احنا كنا بنتكلم على إن دي بلد راحة مش راجعة، بلد ما كانش عندها مؤسسات دستورية، بلد ما كانش عندها اقتصاد، بلد كان فيها سيولة أمنية غير طبيعية، ما كنا بنتكلم على إن احنا أصلا ما عندناش مؤسسات حكم أساسا، ما كانش عندنا برلمان، ما كانش عندنا رئيس جمهورية، بلد مش موجودة أساسا، شوية شعب على أرض، ما فيش فيها مؤسسات. استعدنا الدولة، رجعنا تاني، خلصنا المنطقة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي اللي هي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لو حضرتك رجعت في 2017 تاني وقلت لحد حط فيها طوبتين فوق بعض هيقول لك أنت بتهزر، دي منطقة حرب، أحط فيها طوبتين فين؟ هي نفس المنطقة دلوقتي اللي الناس جاية وعاوزة تحط فيها، والصينيين بيتكلموا فيها دلوقتي على منطقة صناعية كاملة جواها، الروس بيعملوا منطقة صناعية كاملة جواها، البولنديين بيتكلموا على منطقة، الماليزيين بيتكلموا على منطقة. وبالتالي احنا كان عندنا اولويات. عمر ما اقول للمستثمر تعالى ابني والبلد اصلا مش موجوده، جيش بيحارب جوه ارضه فيها، طب خلصنا موضوع استعاده الدوله، البلد بقت واقفه على رجليها، بقينا نبص للاقتصاد، هل احنا متاخرين او متاخرين؟ ده
بس ما زالت الفرصه واسعه ومفتوحه باب عالم الصناعيه بحيث ان احنا ناخد حقنا منها. وكفايه كمان لحضرتك ان مصر اصلا يعني لحضرتك لو اخذنا نصيبنا كله، لو بنينا المصانع الصينيه اخذنا منها كفايتنا كلها، برضه مش هنكون نوفي قادرين نوفي الطلب العالمي، مش بس في الولايات المتحده الامريكيه وفي اوروبا، لا الطلب العالمي بالكامل، لانه الصين بتهجر الصناعه دي وزي ما حضرتك بتخرج المصانع بتاعتها منها، وده عدد كبير جدا. انا بس مش متذكر الرقم بتاع الصادرات الصينيه، بس هو رقم ملياري، 300 حاجه زي 300 او 400 مليار دولار من الصادرات، صادرات الملابس الجاهزه، مش بتكلم على صناعه المنسوجات كلها، من الملابس الجاهزه من 300 من حاجه زي 300 مليار دولار او حاجه زي كده، يعني رقم ضخم للغايه. لا فيتنام ولا بنجلاديش ولا 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 ماليزيا معاهم ولا الهند معاهم قادرين لوحدهم ياخدوا الرقم ده. طب هل نقدر دلوقتي بناء بقى على الجمله دي، هل نقدر دلوقتي مثلا نقول والله نحن قادرين على تصدير منسوجات بقيمه كذا من ال 300 او ال 400 مليار دول؟ يعني قدره مصر على سد جزء قد ايه تقريبا؟ ولا لسه ما اقدرش احدد؟ ان احنا عندنا لو نفترض مثلا هم 40 مليار مثلا، قلت 40 مليار، نفترض هم 40 مليار، انا عاوز اقول لحضرتك ان مصر صادراتها من الـ من الـ من الملابس الجاهزه 2 مليار. فانا بكلم حضرتك دلوقتي ان احنا لو ضعفنا الحصه في 5 مرات هيبقوا 10 مليار دولار اللي هم 10% او يعني أقل. يعني قصدي 3%، انا اسف 3% من اجمالي الصادرات العالميه. شفت انا بقول لحضرتك الفرصه واسعه قد ايه؟ طبعا. لو ضربنا الرقم في 10 مرات، فبالتالي احنا بنتكلم على فرصه سامحه للغايه، ارقام سهل جدا تاخدها، ارقام سهل جدا تكبرها، وفي نفس الوقت هي ما تمثلش اصلا حصه من الصناعات العالميه. بلاحظ كمان احنا عندنا سمعه جيده جدا في الصناعه، وفي الصناعه دي عندنا عدد كبير جدا من المنتجات العالميه. حضرتك اصلا بتشوف عدد كبير، لو حضرتك بتسافر في اي حته بتلاقي المنتجات المصريه موجوده في المتاجر العالميه مكتوب عليها صناعه في مصر. هي مش موجوده بالكميات الكافيه، لكن جودتها يعني تنافس اي جوده في العالم. وبالتالي اللي بيحصل دلوقتي ان احنا الجوده دي هنعمل لها ريبليكيشن، هنزود عدد المصانع اللي بيشتغلوا، بالتالي احنا هناخد حصه اكبر. وما اعتقدش ان احنا هيكون عندنا يعني مشكله لو في اراده سياسيه موجوده وهي موجوده، لو في ظرف عالمي موادي هو موادي. ومش بس كده، عندنا كمان ظروف داخليه في الصناعه موجوده، بالتالي احنا يعني عندنا فرصه كويسه جدا. انا بس عاوز انوه الحاجه يعني وانا ماشي مع حضرتك على السريع من غير بس ما نتريس عليها، انه في ضغط يعني مشكله كبيره جدا بين مصانع الملابس العالميه والمصدرين اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول. عندهم هم مشاكل كبيره جدا في زراعه القطن، بيزرعوا القطن بطرق يعني بيزرعوه بطرق زي الاستعباد كده، او بيزرعوه بطرق زي الصخره. فمصانع الملابس بتواجه ضغوط ضخمه جدا في بلادها علشان هذه الممارسات. مصر ما عندهاش الممارسات دي، وبالتالي صحيح. مصر كمان بلد اليف او بلد اخضر لزراعه وبلد اخضر لتصنيعه، وبالتالي انا عندي اتش عليهم، او عندي يعني عندي ميزه نسبيه عندي ميزه نسبيه اعلى. انا بشكرك جدا 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 قوي خالص يا دكتور، نورت وشرفت. الى ان نلتقي بقى مره كده في البرنامج نقعد نتكلم حبتين. اشكرك دكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجيه.